بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله مع بعضنا في كورس جديد بنتكلم على الويب أبليكيشنز أو السمارت ويب أبليكيشنز، لكن بنتكلم بأسلوب المرة دي إزاي نفرق، يعني كطريقة موجودة دلوقتي في الشركات إن إحنا نفرق دايما ما بين الباك إند والفرونت إند، ولازم نكون نقدر نتعامل مع البروجكتس اللي تقدر تفرق ما بين الباك اند والفرونت اند بشكل كويس. هنتعلم الباك اند ليها تولز خاصه بيها، الفرونت اند ليها التولز الخاصه بيها، وازاي يتكلموا مع بعض والبروجكت يطلع معايا في الاخر بشكل متكامل. الباك اند تولز هنتعامل مع الباك اند ان شاء الله هنستخدم النود جي اس، هنستخدم الاكسبريس جي اس، هنستخدم المونجو دي بي، اما في المونجو دي بي كداتابيس. اما في الفرونت اند هنستخدم مجموعه من الادوات الاخرى زي النوك اوت والريكوير جي اس والبوتستراب والجي كويري وهكذا، ودي تولز هنستخدمها في الفرونت اند. ازاي نخلي الباك اند والفرونت اند يتكلموا مع بعض ويبقى البروجكت بشكل متكامل، ده اللي هنتعلمه. بس المره دي عايزين نعمل انترودكشن للنوك اوت، عايز ان هو هيبقى الاساس بتاعنا في فكره الفرونت اند وهنبدا بيه ان شاء الله، وكان نربطه مع الباك اند بتاعتنا. فهنعمل انترودكشن كده على النوك اوت، فاحنا محتاجين نعرف عنها شويه معلومات. النوك اوت عباره عن جافا سكريبت لايبرري، هي عباره عن مكتبه جافا سكريبت في الاساس. خصصنا بعض الحاجات عشان نقدر نبني الويب ابلكيشنز بشكل وباسلوب بسيط وسهل. الكلمه الاساسيه في النوك اوت ان هو داتا بايند تولز. داتا بايند تول يعني هي عباره عن اداه او لايبراري او باكج بتسهل لنا فكره ان احنا جبنا الداتا، عايزين نربط الداتا دي بالانترفيس بتاعتنا. عندنا انترفيس عاملينها باي شكل من اشكال فرونت اند، وجات لي داتا موجوده مثلا من باك اند كاي بي اي او غيره، وعايز ارص البيانات دي على الشاشه بشكل سهل وبسيط. هي متخصصه في الحته دي، هو ده التخصص الرئيسي بتاعها. يعني الناس اللي فاهمه جافا سكريبت وعدت على الكلام ده كله قبل كده هتبقى عارفه يعني ايه دوم. الدوم اللي هو الاوبجكت الدوكمنت اوبجكت موديل، والدوم دوت كل فكرته ببساطه ان انت ازاي تتعامل مع الاليمنتس اللي موجوده عندك على اليوزر انترفيس او على الشاشه بتاعه الويب. فبدل ما تخش في التعقيدات بتاعت الدوم، النوك اوت جايب لك تسهيل للعمليه دي. مش بس كده، كمان بيقدر يتعامل مع الداتا بشكل جيسون والكلام ده، فبيسهل لنا عمليه الايه التواصل ما بين الفرونت اند والباك اند. عشان نعرف برضو النوك اوت، طبعا النوك اوت تقدر تخش من على الموقع الرئيسي بتاعه اللي هو knockoutgs.com، وده طبعا كويس جدا، وحاطين فيه حتى الليرنينج بتاعته جميله وكل حاجه، بحاول تخش عليه وتبص، وبسيطه ومتدرجه. لكن احنا هنتكلم عن نوك اوت. هو النوك اوت مش ايه، از نوت، خلاص احنا النوك اوت از نوت ايه، عشان بس نفهم بالعكس. النوك اوت ما هوش فريم ورك زي الانجلر ولا الامبر ولا الباك بون ولا هو جيت ولا هو الحاجات دي، لا. النوك اوت ابسط من كده. النوك اوت هو بيساعدك فقط ان صفحات الويب اللي عندك يحصل لها سنكرونايزيشن مع الداتا اللي جايه، الاوبجكتس اللي موجوده عندك على الصفحه، ازاي اجيب الداتا واسلمها لها. هو مختص بالحته دي بالظبط، لكن ما هواش بقيه الفريم وركس الكبيره دي، هو يعتبر جزء في الفريم وركس الاساسيه دي، او حتى الفريم وركس دي يا اما بيادوها برده بالنوك اوت يا اما بيادوها بحاجه غير النوك اوت. بس هو الفكره بتاعت الداتا بايند تول دي الاساسيه اللي بيقوم بيها النوك اوت، هو من اقواهم واشهرهم على الاطلاق حاليا في الوقت الحالي. اللي عمله كان واحد اسمه ستيفن اندرس ساندرسون، وده تقريبا من لما كنتش نسيت من شركه مايكروسوفت. يعني هو اللي عمل فكره ايه النوك اوت، او هو اللي بدا الانيشيت بتاعته. النوك اوت ليه بنستخدم النوك اوت؟ اولا النوك اوت مبني على الجافا سكريبت، ودي حاجه مش قليله، مكتوب على جافا سكريبت، ودي ميزه ودي قوه بتديها له، بالذات الناس اللي شغاله بقى نود جي اس واكسبريس ومونجو دي بي، والفرونت اند بتاعته كلها جافا سكريبت وجي كويري وبوتستراب وكلام كله في الاول وفي الاخر لغه البرمجه الاساسيه بتاعته جافا سكريبت، فدي بتديه قوه. تاني حاجه هو ايزي وكلين، يعني هو بسيط جدا، هو طبعا حجمه خفيف جدا اساسا، ما بيعملش اي تقل للبيج بتاعتك، وفي نفس الوقت بسيط جدا في التركيبه بتاعته وربطه بالانترفيس بتاعتك، وبسيط جدا جدا، وبيقدر يهندل الداتا بشكل بسيط. برضو حاجه تانية بيشتغل مع الاذر فريم وركس، يعني هو مش مرتبط بفريم ورك معينه، هو النوك اوت نوك اوت منفصل بحد ذاته، سواء كان في فريم وركس ثانيه بتستخدمه او في فريم وركس ثانيه ما بتستخدموش، هو ما عندوش مشكله في الموضوع دوت، يعني يقدر يتربط باي فريم ورك ويقدر يبقى كومباتبل مع اي فريم ورك، سواء كانت كلاينت تولز يقدر يتربط مع اي كلاينت تولز، ويقدر يتربط مع اي باك اند تولز. يعني بتلاقي ناس بتدرس النوك اوت مع الاي سبيرت نت، ناس بتدرس النوك اوت مع البي اتش بي، ناس بتدرس النوك اوت مع نود جي اس، وناس بتدرس النوك اوت مع غيره ومع غيره ومع غيره. فهو ما عندوش مشكله في الفريم ورك، سواء كانت بتاعه الباك اند او سواء كانت بتاعه الفرونت اند. حاجه كمان من المميزات الموجوده في النوك اوت ان هو بيشتغل بالام في في ام اللي هو موديل فيو موديل، والاسلوب دوت حديث يعني كديزاين باترن جميل جدا ومنسق جدا، بالذات من وجهه نظري في الحته بتاعه الفرونت اند الام في في ام كويسه جدا جدا، على عكس مثلا لما نيجي نتكلم على الام في سي بنتكلم على الباك اند بتبقى اقوى شويه.
فيعني طبعا ده رايي طبعا، وفي طبعا اراء واختلافات وغيره، لكن دي من المميزات اللي انا بعتبرها موجوده مهمه جدا في النوك اوت. ايه اللي نقدر نعمله بالنوك اوت ديت؟ النوك اوت ببساطه جدا بيدينا اربع حاجات اساسيه قوي. هو ديكليريتيف بايندنج. ديكليريتيف بايندنج يعني بيقدر بيقوم بكل بيتعامل مع كل الدوم موديل ما فيش اي مشكله خالص بشكل يعني واضح ومقروء وسهل. يعني تيجي تخش على الكود اللي انت يعني معشق النوك اوت في الديزاين بتاعك والاتش تي ام ال بتلاقي الكود ريدابل كده ولذيذ وما فيهوش اي مشكله ومش معقد. حاجه تانية بيعمل اوتوماتيك يو اي ريفريشنج. وانا بس عايز اوضح حاجه في حته اوتوماتيك يو اي ريفريشنج، هو مش بيرفرش الصفحه، هو المقصود بيها ان لما بتتحدث البيانات بيحدث الداتا اللي موجوده على الشاشه وزاوت ريفريشنج للبيج من غير ما يعمل ريفريش مين للبيج. يعني بيعمل اوتوماتيك ابديتس، او لما يحصل للستيت او للديتا تشينجز هو بيعمل ايه اوتوماتيك ابديت لليو اي. فدي طبعا من المميزات اللي هي موجوده فيه. نفس الوقت عنده حاجه اسمها ديبندنسي تراكنج. الديبندنسي تراكنج بيقول لي ان هو لما يكون انا يعني بتتعمل بشكل طبعا ضمني امبليسيتلي، يعني مش بشكل احنا بنكتبه، لكن هو ضمنيا بيقدر يعالج حاجه اسمها تشين اوف ريليشن شيبس. يعني لما يكون عندي حاجه في اليو اي معتمد على حاجه وحاجه معتمد على حاجه، مختار حاجه بتسمع في حاجه وحاجه بترفرش على حاجه وكلام زي كده، دي بنسميها تشين اوف ريليشن شيبس. الديبندنسز اللي موجوده او الاعتماديه، ده بيعتمد على ده بيعتمد على ده، هو بيقدر يترك الحته دي بشكل ايه بشكل بسيط جدا. بيعمل حاجه تانية اخيره مهمه جدا، الحاجه اسمها تمبليتنج. والتمبليتنج ان هو بيقدر يعمل يعني بيقدر تقطع حته بالديزاين بتاعها كفرونت اند وتركب الشغل النوك اوت عليها وتفصلها تماما وغيرها 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 وتكونهم في صفحه. وبالطريقه طبعا بتبقى تجميعك لصفحه اسهل ومجزأ وبشكل ايه وبشكل افضل. فدي من المميزات ليه احنا بنتعلم مين النوك اوت. دي كانت مقدمه في النوك اوت كده، وان شاء الله نبدا نتعلمه على طول مع بعض في اطار بروجكت ان شاء الله.